بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، أبنائي الطلبة، بناتي الطالبات، إذا تكملة لدروس المصطلحات القانونية لكور دو تيرمينولوجي جوريديك، سنحاول في هذه المحاضرة الخامسة، على أساس أنها استمرار للمحاضرات السابقة، حوالي 4 محاضرات اللي تمت حضوريا قبل خروجنا للعطلة. إذا في هذه المحاضرة الخامسة، وكما جرت العادة، كنا نركز على 3 مقاييس، على اعتبار أن لها أعمال موجهة، وباعتبارها كذلك من المقاييس الأساسية، اللي هي القانون المدني لو دغوا سيفيل، وقانون الإجراءات الجزائية لو دغوا دو بروسيدور بينال، وكذلك قانون الإجراءات المدنية والإدارية لو دغوا دو بروسيدور سيفيل إي أدمينستراتيف. إذا اليوم الحصة تاع اليوم حول القانون المدني، وبالأخص لي زوبليغاسيون اون دغوا سيفيل، الالتزامات في القانون المدني بصفة عامة، لأنه هذا فصل شاسع واسع، ولكن من خلاله رايحين يعني نتابع أهم النصوص وكذلك المصطلحات التي جاءت بها هذه أو جاء بها هذا الفصل. وكذلك كما جرت العادة، رايحين نركز في محاضرتنا هذه على 3 عناصر أساسية أو 3 أجزاء أساسية. الجزء الأول متعلق بترجمة المصطلحات القانونية، la traduction des termes juridiques, et après la définition d'un terme à partir d'un article, سواء من العربية للفرنسية أو من الفرنسية للعربية. ثم قراءة في نص قانوني باللغة الفرنسية، une lecture d'un texte juridique en français. لكل جزء أهميته، يعني كل جزء عنده الأهمية تاعو. مثلا لما نتكلم على ترجمة النصوص أو المصطلحات القانونية، راح نقوم باختيار كما جرت العادة، نختار أهم المصطلحات القانونية. الأهمية هذا تكمن في أنه على الطالب يعني حتى يحسن استعمال واستغلال المصطلحات القانونية، لأنه لما أقول مصطلحات قانونية معناتها مصطلحات تقنية، على الطالب أنه يعرفها، سواء من الناحية القانونية يعرف واش المعنى نتاعها، وكذلك يعرف الترجمة نتاعها باللغة الفرنسية. الأهمية نتاع هذا الجزء الثاني، هذا لا ديفينيسيون دان تيرم ا بارتيغ دان ارتيكل، هو أننا نشجع ونمرن وندرب الطالب على كيفية قراءة النصوص باللغتين العربية والفرنسية. ولعل الأهمية نتاعها الثانية تكمن في أنه يعني في كثير من الأحيان، وإحنا بكل صراحة يعني أغلب النصوص القانونية نتاعنا اللي تصدر في الجريدة الرسمية تكتب باللغة الفرنسية كأول مرة، ثم تترجم باللغة العربية. لذلك في الكثير من الأحيان كاين بعض النصوص لما نقراوها، نصوص قانونية كيفما كان المستوى نتاعها والقيمة القانونية نتاعها، في بعض الأحيان ما نفهموهاش حتى نرجع للنص الفرنسي، حتى نرجع للنص الفرنسي. لذلك قراءتنا، نعود أنفسنا ونعود أبنائنا الطلبة أنه لما يقرأ النص القانوني بالعربية دائما يفضل أننا نرجع للنص باللغة الفرنسية. والحمد لله الآن لما نرجع لموقع الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، فهو بنسختين، نسخة العربية والنسخة الفرنسية. يعني أي نص قانوني راه مكتوب بالعربية اللي راكم موالفين يعني دائما ترجعوا له، دائما نجد النسخة أو ما يقابله باللغة الفرنسية. إذا الأهمية نتاع هذا الجزء هو أننا نتعلم كيفاش نقرأ النص القانوني باللغتين العربية والفرنسية. وهذا الجزء الثالث، لا ليكتور دان تيكست جوريديك اون فرونسي، وهذا قصد أننا نقتطع أو نستنسخ أو نستخرج نص قانوني في أي مجال. مثلا احنا عندنا الآن في المحاضرة هذه عن القانون المدني، نستخرج نص من القانون المدني باللغة الفرنسية فقط دون ترجمة، حتى نشجع وندرب كذلك الطالب أنه لما نقرأ نص باللغة الفرنسية المحضة. والأهمية الكبيرة نتاعها هو أننا نخليه ونشجع الطالب باش يقرأ الكتب والمؤلفات باللغة الفرنسية، يقرأها باللغة الفرنسية ويعود نفسه أنه يقرأها باللغة الفرنسية، حتى يتدرب أولا على فهم النصوص، وكذلك حتى على قضية النطق، لا برونونسياسيون اون لونغ فرونسيز،
اللي تنقصنا بعض الشيء، فهذا يخلينا اننا لما نقرا النص يعني وجهرا، يعني دائما نقول نقراوه جهرا، هذا يخلي الطالب يتمرن ويتعلم مع الوقت على تحسين النطق باللغة الفرنسية. إذا بخصوص الجزء الأول لا تراديكسيون دي تيرم جوريديك، ركزنا على أهم النصوص أو المصطلحات الموجودة في هذا الفصل. أولها لي موداليتي دو لوبليغاسيون، أوصاف الالتزام، ثم لا كونديسيون اي لو تيرم. لا كونديسيون اللي هو الشرط، مصطلح معروف تقريبا حتى في اللغة العادية. لو تيرم اللي هو الأجل. La condition résolutoire, الشرط الفاسخ. La condition suspensive, الشرط الواقف. Les actes d'administration, اللي نص عليها المشرع في المادة 207 l'article 207 alinéa 2 نسميوها أعمال الإدارة. L'existence de l'obligation, وجود الالتزام. L'inexistence de l'obligation, زوال الالتزام. Le terme suspensif, الأجل الواقف. Le terme extinctif, l'ajal fasikh, l'obligation alternative, l'iltizam l'ikhtiyari, l'obligation facultative, l'iltizam l'ikhtiyari. هنا نفرق بين يعني المصطلحين، انا امام التزام تخييري والتزام اختياري. obligation alternative et obligation facultative. كذلك لا سوليداريتي، مصطلح عام كذلك يستعمل حتى في باقي المجالات، اللي هو التضامن. لا سوليداريتي اونتر كريونسي، التضامن بين الدائنين. لا سوليداريتي اونتر ديبيتور، التضامن بين المدينين. لو كريونسي اللي هو الدائن، ولو ديبيتور اللي هو المدين، كنا تكلمنا عليها سابقا. لا نوفاسيون دو لا ديت، تجديد الدين، من المصطلحات المعروفه في القانون المدني. لا ليبيراسيون او لا روميز دو ديت، براءة الذمة، من المصطلحات كذلك المعروفة كثيرا في القانون المدني وحتى في فروع قانونية أخرى. لا كومبونساسيون اللي هي المقاصة. ان كوديبيتور، دائن متضامن. إلى بريسكريبسيون اللي هو التقادم، كذلك من المصطلحات المعروفة في القانون المدني. إذا هذا عن الجزء الأول. الجزء الثاني كما قلنا نجيب تعريف لمصطلح أو كلمة قانونية من خلال المواد القانونية الموجودة في هذا الفرع، يعني فرع القانون المدني. وهنايا مثلا اخترنا المادتين 207 و218 من القانون المدني. بخصوص المادة 217 اللي تتكلم على لا بلوراليتي دي سوجي، تعدد طرفي الالتزام. فهنا نقراوها من اللغة العربية إلى اللغة الفرنسية، ثم العكس من الفرنسية إلى العربية في مادة أخرى اللي هي المادة 218 فيما بعد. بخصوص المادة 217 تتكلم على التضامن بين الدائنين أو المدينين. تنص التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون. إذا باللغة الفرنسية l'article 217 la solidarité entre créanciers ou entre débiteurs ne se présume pas. Elle naît de la convention ou de la loi. الآن نص من الفرنسية إلى العربية. لارتيكل قلنا نشوفوا مع لارتيكل 218. Lorsqu'il y a solidarité entre les créanciers, le débiteur peut payer la dette à l'un ou l'autre des créanciers, à moins que l'un d'eux ne s'oppose à ce paiement. À moins que l'un d'eux ne s'oppose à ce paiement. نروحوا الفقرة هنايا باش نترجموها مباشرة. الفقرة الأولى هذه المادة 218. إذا كان التضامن بين الدائنين لا سوليداريتي أونتخ لي كريونسي، جاز للمدين الوفاء بالدين. لو ديبيتور بو بيي لا ديت، لا ديت. قلت جاز للمدين الوفاء بالدين لأي منهم ما لم يمانع أحدهم في ذلك. À moins que l'un d'eux ne s'oppose à ce paiement. L'alinéa 2. Toutefois, la solidarité n'empêche pas que la créance se divise entre les héritiers du créancier solidaire, à moins qu'elle ne soit elle-même indivisible. إذن غير فقرة ثانية غير أن التضامن أو التضامن عفوا لا يجوز دون انقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين المتضامنين إلا إذا كان الدين غير قابل للانقسام.
غير قابل للانقسام انديفيزيبل، يعني لا يقبل الانقسام. ثم حالة ثانية أو نص ثاني يتعلق بلا كونديسيون اي لو تيرم، الشرط والأجل، وهي من المواضيع التي تدرسونها، من المواضيع التي تدرس في هذا الفصل في القانون المدني. فمثلا نص المادة 203 باللغة العربية: يكون الالتزام معلقا إذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر مستقبل وممكن وقوعه. لارتيكل 213 باللغة الفرنسية: l'obligation est conditionnelle si son existence ou son extinction dépend d'un événement futur dont la réalisation est possible. L'obligation est conditionnelle, يكون الالتزام معلقا، si son existence, الوجود, l'existence, الوجود, ou son extinction, زوال, dépend d'un événement futur, مستقبل, dont la réalisation est possible. يعني الوجود نتاعو مستحيل كما هو واضح من خلال هذه المادة 203. الآن في نفس الإطار، يعني ترجمة مصطلح في إطار مادة قانونية، الآن من الفرنسية إلى العربية، مثلا نختاروا المادة 209. لارتيكل 209: l'obligation est à terme si son exigibilité ou son extinction dépend d'un événement futur et certain. L'événement est réputé certain s'il doit nécessairement arriver. Même si l'époque à laquelle il doit arriver n'est pas connue. المادة 209: يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه، نفاذه son exigibilité أو انقضاؤه son extinction مترتبا على أمر المستقبل محقق الوقوع، d'un événement futur et certain. Futur مستقبل et certain يعني محقق الوقوع. ويعتبر الأمر محقق الوقوع متى كان وقوعه محتما ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه. إذا هذا بخصوص الجزء الثاني من المحاضرة. الآن الجزء الثالث من المحاضرة، اللي قلنا بأننا سنقتص أو نقتطع نص يعني من أي كتاب أو مؤلف باللغة الفرنسية فقط. قلنا الغرض منه، دائما نؤكد ونقول الغرض منه هو أن الطالب يعرف أو يتدرب على قراءة النصوص وكتب باللغة الفرنسية فقط، قراءتها وإعادة قراءتها مرات ومرات من أجل أولا فهمها، وكذلك تحسين النطق باللغة الفرنسية، لأنه نشجع على ضرورة قراءة النصوص يعني جهرا حتى يتحسن الطالب في قراءة هذه النصوص. إذا مثلا هنا اخترنا الحديث عن الفرق بين الشرط والأجل، la distinction entre la condition et le terme. إذا ici on distingue deux distinctions. La première, ou le premier élément, afwan, le premier élément distinctif, l'existence et l'exigibilité durée. Entre la condition et le terme, toujours, la condition, elle est une modalité de l'obligation qui affecte son existence, en ce sens que de sa réalisation dépend, soit sa création, condition est suspensive, soit sa disparition, la condition est résolutoire. Concernant le terme, il est une modalité de l'obligation qui affecte non pas son existence, mais son exigibilité ou sa durée. Le terme est suspensif lorsqu'il affecte l'exigibilité de l'obligation. Le terme est extinctif lorsqu'il affecte la durée de l'obligation. Le second élément distinctif, l'incertitude. La condition, elle se rapporte à un événement incertain, en ce sens que sa réalisation est indépendante de la volonté des parties. 2. Ce n'est qu'en cas de survenance de cet événement que l'obligation produira ses effets. Concernant le terme, 1. Il se rapporte à un événement certain, en ce sens
que sa survenance n'est pas soumise à un aléa. 2. Les parties ont la certitude que cet événement se produira, soit parce que son échéance est déterminée, soit parce que sa réalisation est inévitable. Et merci pour votre attention. Shukran lakum. ونتمنى إن شاء الله تعالى أنكم استفدتم من هذا الدرس ولنا في قادم المحاضرات دروس أخرى إن شاء الله تعالى. شكرا لكم أبنائي بنات الطلبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.